اهلا مشاهدينا مع الريتنج والملخص الاسبوعي بتاريخ 22 من شهر نوفمبر لعام 2021. أفلام جديدة من بطولة الممثل قدير دولو. وفي خلال أيام الحجر الصحي تمكن الممثل قدير دولو من تصوير فيلم جديد بعنوان من هذا المدعو بميتات كرمان، وهو فيلم مقتبس من إحدى الكتب التركية، وسوف يعرض الفيلم في صالات السينما التركية في أول أسبوعين من العام الجديد. أما الفيلم الثاني فهو من إنتاجه وبطولته، حيث من المعروف بأن الممثل قدير دولو قام بتأسيس شركة إنتاج تدعى عليم للإنتاج، والفيلم الجديد هو بعنوان عمل الكازاخستانيون في تركيا. ومن اسم الفيلم فهو عمل سوف يجمع عدد من الأسماء التركية والكازاخستانية. ومن الأسماء التركية من بعد الممثل قدير دولو هم كل من إبك فليز وبيتي إنجين وسينان البيراك. يذكر أن الفيلم سوف يعرض لاحقا في صالات السينما التركية والروسية والكازاخستانية. مسلسل أوزجي جورال الجديد. ومنذ أكثر من عامين هي المدة التي استغرقت لتحضير المسلسل الرقمي الجديد الأحلام والواقع، والذي شهد على تغييرات كثيرة منذ اليوم الذي اتخذ فيه قرار إنتاج المسلسل حتى يومنا هذا، حيث كان من المفترض بأن تكون الممثلة بيلين كرهان هي إحدى بطلات المسلسل، إلا أنها تراجعت عن موافقتها للمشاركة في هذا العمل. والآن أصبح مؤكدا من هن بطلات هذا المسلسل الذي سوف يحاكي قصص ملفتة لأربعة سيدات، وهم الممثلة أوزجي جورال وليلى ليديا تتلو وأوزجي أزأجار ويشيم جيران بوز أولو. وهذا المسلسل سوف يكون من كتابة يلدا إيرولو، ومن أشهر أعمالها السابقة مسلسل الأزهار الحزينة، متوليا مهمة الإخراج ألتان دونماز، ومن أشهر أعماله السابقة المسلسل الصيفي الشهير أنت أطرق بابي. وقريبا سوف ينطلق تصوير المسلسل، وهو لصالح خدمة بي إن كونكت. نجمة مسلسل تصل بوكيلي في مسلسل جديد. انضمت الممثلة يابراك ميدينة إلى طاقم المسلسل الجديد الذئب الوحيد بجانب كل من حسن دينيز يران ودامنا جولباي. يذكر بأنه من المتوقع أن يعرض المسلسل في مساء يوم الجمعة، لينضم إلى دوامة المنافسة في ذلك المساء أمام 6 مسلسلات، كما أن تصوير الحلقات الأولى من المسلسل مستمرا حاليا، وقريبا جدا سوف يتم الإعلان عن تاريخ يوم العرض بالتحديد. نجم مسلسل إخوتي في بطولة عقلية المرأة. سوف يكون الممثل جلال نال تشكان أو المحبوب من خلال شخصية عاكف ضمن طاقم الفيلم السينمائي الكوميدي الجديد عقلية المرأة. ومن سيشاركه في بطولة الفيلم هم كل من بلتشين بلجن وبامير باكين وميلس بيركان. أما قصة الفيلم فلم يعلن عنها بعد حتى الآن. إيقاف مسلسل حكاية جزيرة. الحلقة 25 هي الحلقة التي سوف تختم مشوار المسلسل الصيفي، أي أنه تبقى 3 حلقات فقط على نهاية المسلسل، لتعرض الحلقة 25 والأخيرة في اليوم 8 من شهر ديسمبر المقبل. والآن مع الريتنج الأسبوعي.
المسلسل الجديد مؤثر، ويمكنكم مشاهدة إعلان هذا المسلسل الجديد مترجم عبر صفحة القناة على الإنستغرام، رابط الصفحة في صندوق الوصف، حيث سوف نرى كل من الممثلة أسليهان مالبورا والممثل بارتان أسلاني في بطولة هذا المسلسل الرقمي القصير لصالح منصة جين في قصة سوف تتحدث عن انقلاب حياة إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى الجحيم. وهذه القصة هي من كتابة هاندي تركال ومن أعمالها السابقة مسلسل العاشق السابق، وسوف تتوفر أولى حلقات المسلسل عبر المنصة في اليوم 28 من الشهر الجاري. موعد الحلقة الأولى من مسلسل لعبة قدري. ومن خلال آخر إعلان ترويجي لمسلسل لعبة قدري، كشفت من خلاله قناة ستار التركية عن موعد انطلاق مسلسلها الجديد، والذي سوف يبدأ في اليوم 3 من شهر ديسمبر المقبل، أي أن المسلسل سوف يكون في المنافسة مع 6 مسلسلات.